نبتدي مع حضراتكم أخبارنا العادية. في أخبار عاجلة يمكن من دقايق لسه موجودة قدامنا هنقولها لحضراتكم حالا. أول أخبارنا ليه علاقة بالانتخابات. قسم التشريع بمجلس الدولة قرر إرجاء مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات ليوم السبت اللي جاي. وقسم التشريع برضو النهاردة برئاسة المستشار مجدي العجاتي كان بيطالب من وزارة العدالة الانتقالية إنها تقوم باستيفاء أعداد السكان والناخبين. والمستشار دكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة قال الحياة اليوم أن قسم التشريع في حالة انعقاد دائم لمراجعة تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن التأجيل اللي تم النهاردة ده لحين موافاة قسم التشريع بأعداد السكان والناخبين والتقسيم الإداري الجديد للدولة ورأي كمان لجنة الانتخابات. وقال ان لجنه التشريع هتناقش كل المسائل دي بمجرد وصولها من وزاره العداله الانتقاليه المختصه بموافاه قسم التشريع بهذه البيانات والاحصاءات.